قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن خسائر إسرائيل في الحرب الجارية حالياً تصل إلى نحو 912 مليون دولار كل 3 أيام، خسائر تتزامن مع تعطل الحركة التجارية وهبوط البورصة وتوقف معظم المؤسسات وأعمال البناء وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية والأخرى، فيما توقعت الجريدة المزيد من الخسائر الفادحة مع استمرار الحرب. الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، عنوان كبير يثقل كاهل إسرائيل في ظل الفشل في تحقيق أي انتصار عسكري على الأرض رغم التوغلات المحدودة التي حاول جيش الاحتلال شنها على القطاع ولم تحقق أي تقدم يذكر. الحرب ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات، وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى لتواجه تل أبيب أزمة اقتصادية، وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية إلى 350 ألف من جنود الاحتياط إلى تخفيض 8% من قوة العمل، إغلاق جزئي لاقتصاد إسرائيل يكبدها نحو 2.5 مليار دولار شهريا، فيما هبطت بورصة تل أبيب بنسبة تصل إلى 16% أو ما يعادل 25 مليار دولار. ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار. وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 11% هذا الربع على أساس سنوي. على أي حال ووفقا لتوقعات اقتصاديين، فإن تكلفة الحرب على غزة يمكن أن تصل إلى نحو 27 مليار شيكل، بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل. التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تقترب من 7 مليارات دولار حتى الآن، بل ومرشحة للزيادة بكل تأكيد مع زيادة أمد الحرب.